والفضل يرجع لوفاق سطيف والفرصة اللي عطاوها لي، وين زدت طورت روحي مليح والحمد لله، وين ربي وفقني وزدت خذيت ألقاب مع وفاق سطيف. والله بالنسبة للاستقرار تاع، هو صح يا ديما يقول لك اللاعب وين يستقر 7 سنين، يعني كنت نحس روحي في البيت تاعي. هذه الحاجة اللي نشكر عليها وفاق سطيف وناس سطيف، وين ما كنتش نحس روحي باللي راني في بلاصة راني براني.